احنا اتفقنا من شوية ان احنا نقدر نكوبي الافكت. لما بنعمل كوبي للافكت بنعمل له ابلاي على لير تاني. نشوف الكلام ده ازاي. انا هكليك على اللير اللي هي لير واحد وهروح اعمل كوبي لير ستايل وهروح على الجرين لير وهقول له بيست لير ستايل. بمجرد ما بعمل بيست بيعمل دوبليكيت للافكت على اللير التانية اللي تحته. طيب لو انا مش عايز الانر شادو مع اللير اللي هي الجرين، ممكن اروح على الاي بتاعتها اللي هي السيمبل بتاع الاي او العين، اكليك عليها بيعملها انيبل وديسيبل. لو اخدتها هي بقى من هنا وعملت عليها كليك ودراج على الريسايكل بان هتتمسح، ولو عملت لها دراج للاير تانية هيتنقل الافكت كله للاير التاني، لان هو كان افكت وحيد او افكت وحيد من وسط الافكتس، يعني دي جوه اتنين. تمام، لو نقلت واحد منهم هنقله لليلو. تمام، هيحط لي كلمة افكت وهيبقى تحتها واحد، دي ما فيهاش خالص، دي فيها واحد بس ودي فيها واحد. طيب كده انا اقدر انقل الافكت بتاعي واقدر اعمل له انيبل وديسيبل واقدر امسحه. لو مسحت كلمة افكت بغض النظر هي جواها كام ستايل من جوه، تمام، لو جواها اربعة او جواها خمسة او جواها واحد مش هتفرق، بمجرد ما بتكليك عليها وبتروح توديها الريسايكل بان بيعمل لها ديليت. تمام، وممكن تيجي من هنا تكليك على اللير نفسها وتقول له كلير لير ستايل. تمام، ولو فاضل واحدة بس او لو اللير بتاعتك الافكت بتاعك معاه ستايل واحد بس وعملت لها دراج على ريسايكل بان، كمان الافكت كلمة افكت هتختفي. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا نقدر نابلاي الافكت او نضيف الافكت من الجزء ده، بنكليك عليه بتنزل الدروب داون منيو بنختار منها اللي احنا عايزينه. طيب في طريقة تانية، ان انت لو عملت دبل كليك على اللير بتاعتك هيظهر لك الويندو الكبيرة دي اللي جواها اوبشنز كتير. لو انت اللير بتاعتك مش واخدة افكت وما عملتش دبل كليك على الافكت نفسه، دايما هيختار لك البليندنج اوبشن. انا هقول له كنسل وهرجع للحالة الاولانية بتاعت الفايل بتاعي، اوكي، وهعمل دبل كليك على اللاير ستايل ده اللي هو انر شادو، هعمل دبل كليك عليه برضه هيفتح لي اللاير ستايل، بس انهي فيهم اللي معمول له اكتيفيشن؟ المره اللي فاتت كان البليندنج اوبشن كان هو اللي معمول له اكتيفيشن. دلوقتي انا عملت كليك على الانر شادو، تمام، وعايز اغيره مثلا، اوكي انا هغيره، اوكي لو عملت له ديسيبل من هنا هو هيشيل الاي بتاعته، مش هيمشيه، مش هيعمل له ديليت، اوكي. ولو رحت على واحد تاني من اللي موجودين في الليستة وعملت كليك عليه هيوريهولي هنا في الفيوينج اوبشن، تمام، لكن مش هيعمل له ابلاي غير لو قلت له اوكي، لكن لو قلت كانسل هيشيله، مش هيعتبره حصل. برضو هرجع معاك تاني هعمل دبل كليك على اللاير بتاعتي وارجع للستايل لاير ستايل واوريك حاجة. انا دلوقتي هعمل ديسيبل للحاجات دي وهروح للستايل مانجر او للستايل نفسه اللي هو الجزء المتخصص في حتة الستايل دي، وكمان عشان تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط انا هغير الكلام ده للارج ثامبنيل عشان نشوف ايه اللي موجود عندنا. ده جزء من ستايلز كتيره موجوده هنا، تمام، كلهم موجودين، احنا شفنا حاجات زيهم موجوده مع البنت باكيت والجريديان تول، تمام، كلهم ستايلز للفيل.
يعني لو عملت كليك على ده او ده، كل واحد فيهم بيأثر بشكل مختلف على اللييرز بتاعتي. تمام؟ اوكي. لو انا روحت كده بصيت ايه اللي بيحصل على اللير، هلاقي ان هو بيغير لي الافكت، بيغير لي اسم الافكت. بص على الاسم وانا بمشي ما بين ده، كمان ده زود واحد كمان. اوكي طيب، هقول له اوكي وهروح على واحد واحد فيهم اشوفه هو بيعمل ايه. اول حاجه انا هبص على كلمه بيفل دي، لو هعمل دبل كليك عليها هيفتح لي اللير ستايل، والجزء اللي هيبقى اكتف اللي هو البيفل، وهيبقى موريني الشكل بتاع اللير بتاعتي بالافكت بتاعها. بمجرد ما هغير اي حاجه فيه هيبتدي يتاثر. دلوقتي انا بزود الدبث، العمق بتاع الجروفز دول بيزيد، يمكن انت مش شايفهم قوي لكن هما ادي ده الدبس بتاعهم. طيب دايركشن بتاعهم اب ولا داون؟ اوكي. حاجة تانية الانجل، والكونتور، كل العناصر دي عمالة بتغير الشيب او الشكل بتاعك. هقول اوكي. لو رحت مثلا اخترت الكالر اوفرلاي او الباترن اوفرلاي، ممكن اختار الباترن اوفرلاي، هكليك على الباترن اوفرلاي هيوريني الباترن اللي معمول له في البي ده، الباترن اللي موجود. تمام. لو اخترت باترن تاني انا همشي كده بالباترنز بالراحة كده، اختار ده مثلا او ده او ده او ده. زي ما انت ملاحظ في واحدة منهم هي الثمرة بتاعتي، كنت انا عملتها باترن قبل كده. لو عملت كليك عليها هيعمل لي فيل بالباترن اللي هو الثمرة. تمام. من هنا انت هتعرف بالظبط انت عايز تعمل ايه وايه اللي يناسبك بالنسبة للصورة بتاعتك. برضو ممكن اقول له اوكي ونروح على الكالر اوفرلاي. اوكي. انهي كالر موجود والاوباسيتي بتاعته قد ايه؟ الكالر ده اللي هو الموف انا هخليه الاصفر ده مثلا، وهختار درجة فاتحة منه وهقول له اوكي. هيبقى الفيل بتاعي بدل الموف هيبقى اللون الاصفر ده، وممكن اغير الاوباسيتي بتاعته. تمام. ما بيغيرش قوي لان في عناصر تانية موجودة اللي هي التكتشر نفسه بيأثر برضو على الافكت. ممكن اقول له برضو اوكي. زي ما اتفقنا اللييرز كلها اتضافت على اللير واحد، او الافكت كله اتضاف على لير واحد. طيب انا عايز اضيف الكلام ده على اللي هو موجود على البيبر، انا عايز اضيفه على الجرين. يا هعمل كوبي واعمل له بيست على اللير الثانيه دي، او ممكن اروح اعمل دبل كليك. تمام. انا دلوقتي عندي حاجات كتيره قوي معمول لها سيلكشن، ممكن اختار نيو سيلكشن. تمام. وهيبقى حاطط لي اسم نيو ستايل، ستايل واحد انا هسميه اتش 3. وهقول له اوكي. كده بقى انا عندي باترن موجود بغض النظر انا قفلت الفوتوشوب ولا فتحته النهارده بكره بعده، انا عندي ستايل موجود بيعمل الافكت ده وبس، واقدر اعمل له ابلاي على اي حاجه تانيه. نشوف الكلام ده. هقول له اوكي. هروح اكليك على لاير تانيه. اوكي انا عايز ستايل واحد من الستايل. تمام. انا عايز
H3 يا ترى هو فين؟ اهو ادي H3 انا هعمله apply على green layer هقول له اوكي ادي green layer بتاعتي تحولت الى نفس الايفكت اللي فوق. اوكي زي ما اتفقنا احنا المفروض ان احنا نمرن ايدينا على اللي كنا بنعمله. اشوفك الدرس الجاي مع برضه باقي الايفكت وايه اللي ممكن نعمله بيهم.